أحمد علي عبد الله صالح من مواليد عام 1972، ورد اسمه في أكثر من فضيحة فساد، كما اتهم بتلقي رشوة من إحدى شركات الاتصال الأمريكية لتقديم خدمات خاصة داخل اليمن. تعرض لمحاولة اغتيال عام 2004، ومنذ فترة والشكوك تحوم من حوله عن إمكانية أن يكون الوريث القادم لجمهورية اليمن خلفا لوالده.